30. طيب امل شكرا جدا على الكويز، بس خلونا بس قبل ما نروح للفوتنج مع دكتور امل ومع الجمهور، وبنقول ان الفوتنج ده بيحصل من الجمهور وبس برضه على السوشيال ميديا، ناكد ان احنا، وده كان استفسارنا في البدايه عن الحلقه دي، كنا عايزين يبقى عندنا حالتين متشابهين تماما في القصه. ليه؟ لان احنا شايفين ان موضوع الانفصال تمام هو موضوع شخصي تماما، زي مريم كانت بتتكلم وزي ما انا كنت بتكلم، انتوا ظروف استقلالكم واحده، الاثنين قررتوا ان انتوا تسيبوا المدينه او تشتغلوا في مدينه ثانيه، انتوا مريتوا بمرحله جواز بس ممكن تكون نوها مرت اول عشرينات، انتوا مريتوا في نص العشرينات. بنتكلم ان احنا عندنا حالات واقعيه جدا جدا جدا، انت عندك وجهه نظر تجاه الموضوع، اقرب وجهه نظر نوها، بس في الاخر انتوا الاثنين نموذج يحترم جدا لفكره ان احنا بنحاول، وعايز ابقى فعلا متحيز جدا في ده، لان هو اصلا برنامج متحيز، لان احنا بنتكلم على الثلاثينات واسمه هاشتاج 30 وانا 30 سنه، فهو برنامج متحيز بشكل او باخر. انا بقول انا بحترم جدا القصتين بتوعكم بشكل شخصي، وشايف ان فعلا موضوع الطلاق، وزي ما انا كنت بكادل معاك يا احمد في الاول خالص وامل برضو في تحليلها، ان موضوع الطلاق هو موضوع شخصي تماما، مش مسمى او مش وصف زي مريم كانت بتاكد.